جات لومبيلون جاو جوندارم زادنا داتنا للسبيطار ما بغا حتى الغد ليا باش داروا ليا العمليه. ملي كنقول لهم عتقوني كيقول لي لا شي يجيوا لي امريكا. كنصوني ماما ماما ما عجبش التليفون حتى شي واحد ما تسوق ليا بقيت كنلف تماك حتى الغد ليا مع السيدي العشيه باش دخلوني العمليه. يعني من 4 الصباح حتى جات ماما من 4 الصباح حتى الساعه ديال العشيه مع الغد لي حتى نزفت وساليت من الدم ملي كنقول للطبيب كنقول له عافاك عتقني ندير لي شي حاجه بغيت غنشرب كيقول لي ملا ما تعطيوهاش تشرب كيقول لي انت اصلا ما عندكش والديك غنديروا لك حنايا مقطوع من الشجره وحنا اش غنديروا لك ندخلوك نديروا لك العمليه شكون اللي غيخلص لك هادشي. كنقول لي عافاك دير لي شي حاجه راني كنموت ما عقلوش عليا حتى شي واحد ما بغى ليا حتى شي حاجه حتى جات ماما. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا مرحبا بكم معنا مره اخرى من الدار البيضاء بالضبط من احد الاحياء المهمشه بالدار البيضاء. الاحياء المهمشه واللي احتموا لهم اصبحوا مهمشين في المجتمع ديالنا. الهراويين بلا شك عدد ديال المغاربه كيعقلوا على هاد الشابه احسان اللي خرجت من دارهم كتقلب على طرفه الخبز فاذا بها كيضربها كاميو ديال جمع النفايات وتهرب. هاد الشابه الاصابه ديالها اللي تسبات ليها في واحد الكسور في الدات ديالها كامله كل الدقدقات رجليها فيها الحديد يديها فيها الحديد راسها تضرب كل هاد الدقدقات نعسات واحد المده في السبيطار. الحمد لله بفضل المحسنين من بعد الفيديو اللي كنا سجلنا كانوا تعاون مع المحسنين كانوا خلصوا ليها الحديد اللي كانت واقفه عليه ولكن راه ما وقفاتش هنا. دوك لي فري ديال لوسبيتاليزاسيون وداك الشيء اللي داز عندها ولي زوبيراسيون اللي دازو كل شيء محسوب على احسان. احسان هاد الشابه اللي بدون هويه بعدا ما عندهاش هويه نظرا للظروف الاجتماعيه اللي ما بغيناش نحلوها وتا هي ما بغاتش تحلها. ظروف اجتماعيه جد صعبه كانت هي المعيله ديال الام ديالها وديال الاخوه ديالها. احسان كما قلت خارجه كترزق الله ضربها كاميو ديال جمع النفايات وهرب خلى ليها هاد الحاله هادي في الدات ديالها كامله. اليوم الحديد اللي دايره في الفخذ ديالها كله تيقيح لها وتخرج لها بالماء ولكن ملي كتمشي للسبيطار قصه اخرى. اجي نجبدوا معاك الذي سبق والذي والماضي راه كانت سالك واحد جوج المليون فينا هي. ها حنا جايين لهذا الشيء كامل نسمعوا من عند احسان. احسان صافا كي بقيتي؟ شويه الحمد لله. كنطلب من الناس يتعاونوا معايا انا ما بغيت شي حاجه بغيت نرجع كما كنت وبغيت رجلي وديتش لي باغ. احسان نذكروا المغاربه بالقصه ديالك شنو اللي وقع ليك نهار الحديثه؟ نهار الحديثه كنت خدامه جايه من الخدمه مع 10:30 ديال الليل عندنا في الهلوين ما عندناش شي نقل يعني طاكسي ولا شي حاجه اللي غادي كاينين غير الماطر كيهز البلاصه. خديت موطور جيت بحالي بحال الناس سالا لي ليسانس مساج ستاسيون باش يدير ليسانس خرج لي انا كاميو انشيردي ودرهم هادشي اللي كاين. موقف ما دار معاكم كوستا ما حتى حاجه ملي ضربنا صافي ضربنا لا حنا وطلع ومشى في حالاته وهرب وخلانا بقينا مليون حتى الساعه 4 الصباح لا انا لا من الموطور. فقط لقيت حدايا واحد الدريه بالطوموبيل ديالها هي اللي عيطت لومبيلونس
صافي هادشي اللي كاين. ها جات جاتكم لومبيلونس؟ جات لومبيلونس، جاو جوندارم زادنا دادنا للسبيطار. ما بغا حتى الغد ليا باش داروا ليا العمليه. ملي كنقول لهم ملي كنقول لهم عتقوني، كيقول لي لا شي يجيو لي امريكا. كنصوني ماما ماما ما عجبش التليفون حتى شي واحد متسوق ليا. بقيت كنلف تماك حتى الغد ليه مع الساعه ديال العشيه باش دخلوني العمليه. يعني من 4 الصباح حتى جات ماما، من 4 الصباح حتى الساعه ديال العشيه مع الغد لي، حتى نزفت وساليت من الدم. مره ملي كنقول للطبيب كنقول لي عافاك عتقني دير لي شي حاجه، بغيت غنشرب. كيقول لي ملي ما تعطيوهاش تشرب، كيقول لي انت اصلا ما عندكش والديك، غنديروا لك حنايا مقطوع من الشجره، وحناش غنديروا لك، ندخلوا نديروا لك العمليه، شكون اللي غيخلص لك هادشي؟ كنقول لي عافاك دير لي شي حاجه، راني كنموت. ما عقلوش عليا حتى شي واحد، ما بغا ليا حتى شي حاجه. حتى جات ماما قمة الندالة اللي كيكتسيها وكيكتسبها بعض الأطباء وبعض المسؤولين. انت اصلا ما عندكش والديك، كيفاش غندخلوك نديرو لك العملية؟ ما كيناش الروح الإنسانية. من 10 الليل وهي ضاربها كاميو حتى الغد ليه مع الست العشية عاد غتدخل دير العملية. تجات امها، العلم في الأم ديالها ما كانش في الدار البيضاء، الأم ديالها كانت توفى ليها الوالد ديالها وكانت في العروبية. كنا دوزنا القصة قبل ملي كانت ناعسة في سبيطار. فحال هاد الناس فين غينعسوا؟ فحال هاد الناس شنو غيقولوا غدا لسيدي ربي؟ انت طبيب والمعروفة في الطبيب واللي كيمتاز به الطبيب وهي الإنسانية ديالو. فين كاين الإنسانية هنا؟ ملي غنقول للمريض شنو غنديروا لك حنا وهو كينزف، بما معناه كنقولوا ليه موت. انت عزيد دابا المتشردين ولا الا مشى تدخل السبيطار يموت، واقيلا تقدر تدق ليه برانتا باش يموت. فلا حول ولا قوة إلا بالله. خرجات إحسان من سبيطار وانتوما عليكم هاد لي فاكتور كاملين ما مخلصينش. السلام عليكم، مشيت باش نجيب غير رونديفو. اش كيقولوا لي خاصك تخلصي 2 مليون قال شي حاجة. قلت لي هاك وشدوا لاكارت شوفوا شنو ديروا. انا راه الحديد قلت لي راه اللي عطاوه لينا حباب الله عطاوه لينا الله يخلف عليك وعليهم، واللي ما عطاوش لي راه عندي فيه الكونطرا ديال البراك اقسم بالله. دابا شنو خاص البنت تجي البنت دايره الحديد خارج على برا راه تشوفوا كي غندير لكم انايا. قال لي لا ضروري تخلصي، الا ما خلصتيش ما نعطوكش الرونديفو. قلت لي والبنت؟ قال لي ما عندنا ما نديروا لك، خلصتي راه تبقى متبعه. هي اصلا خاصها تبقى متبعه عام ولا اكثر، باقي خاصها تبقى متبعه، خاصها الترويض، خاصها بزاف. وقال لك ممنوع على كروسه، ممنوع على خاصها بيناتنا الله تمشي ب 8000 وتجيب 8000 في لابيلانس. ومشيت ديتها وما عندي حتى شي ورقه حتى شي هذا باش ندير غير هذا الشيء اللي عندي. قلت لهم ها ورقه الخروج. قال لك لا ما نعطيوكش الرونديف. بيناتنا الله مشيت اقسم لك يمينا، كي النهار اللي كنمشي وكيغرب عليا المغرب راك عرفتي دوك الخطافات تما دوك الطوموبيلات كيقول لك ندوك 100 درهم للهراويين. كتبقاي في الطوبيس بقيت تيسالي وما تركبيش، كنشد طرامايا حتى لتشاروك وعاد باش كنجي دايخه الناس كتمشيوك وانا كنصدوك اقسم بالله ما كنعقل على الطريق. وهذا هو اللي كاين اولدي، حتى كتشوف فيا الام وفيا الاب اللي كلش العجازه الدواء الحمد لله والشكر لله. باغا هاد البنيه خاصها تاكل، خاصها بزاف الحوايج وانا جناحي مهرس. والله العظيم الا عندنا المغرب المنسي في قلب الدار البيضاء اقسم بالله انا ما وصلت عندهم الا بالسوسين كشيفه. والله ما وصلت لعندهم حتى السوسين كشيفه. ناس همشاتهم الاوضاع الاجتماعيه وهمشاتهم الحكومات السابقه، ناس تعيش النسيان في قلب الدار البيضاء. لا طريق مقادة، لا بنية تحتية كاينة. فكيفاش هاد الشابة غتمشي من هنا حتى لسبيطار
في ظروف مريحه. مستحيل. بغيتك تشوف من حطت على بيلانس والطريق محفره كيفاش جبناها في البايص. اقسم بالله اللي كيخلق الدنيا والدين. علاش غنقول لك ملي كتغوت كلشي كيرد عليها. داك البايص ما وصلناه من لتحت لابيلانس ما كطلع ما والو. زنقتنا ما دخلش الميت مني جبناه حطيناه الله مطالعو. مشيت عند المرشح اللي كيقولوا لي اللي محسوب علينا كيقولوا لي حدادي. قال لي اش غندير لك انا ما كنعرف حتى واحد في السبيطار. قلت لي بغيتك تعاوني. حنا في الانتخابات كاع كنوقفوا معاك وكنخدموا معاك. انا ما بغيتش معاونه ما بغيتش. انا بغيت اللي يجبر لي عدم بنتي. ما عندنا ما نديرو لك. ما كنعرفو غير الطبه في سيدي عثمان ما كنعرفوش في ميريسكو. اقسم بالله. قلت لي كنت رئيس البلديه دوك قال لي خدامين معاك نقول لك انت رئيس البلديه. قال لك لا ما بقاش رئيس البلديه. كان هو رئيس البلديه ديال الكاميوات. قال لك لا ما بقاش. وكيقولوا لي دوك الخدامه ديالو كاينه كورونا فين غيخرج عندك. قلت لي دابا ما بقاش انتخابات سالات كاينه كورونا. هادشي اللي كاين راه بيناتنا الله ولا شي كيخاف. شنو كورونا دابا كاينه؟ الكورونا ما يخرجش عندك. لا حول ولا قوه الا بالله. صراحة نعتوا لي واحد المحسن في حي النهر غادي نقولوا ل فيش عنده المنتخبين ولا المرشحين ديالنا غوجدوا الحساب الله. وجدوا الحساب الله. اقسم بالله شكروا لي الناس واحد في حي النهر قالوا لي راه غتمشي تدي لي الوراق يشوف الدليل غيوقف معاك. مشيت تصور شاف فيا وزاد عاوتاني استغفر الله العظيم قلبيت كمش عليا وعاود قدمت فيه وديت لي تصاور ديت لي وراك. قلت لي عافاك عاوني الله يعاونك على ديال الله البنيه. قال لي شنو ضربك؟ قلت لي ضربك كاميو ديال حاشاك ديال الزبل وهرب. قال لي وسيري عند الكاميو يخلص لك السبيطار. هذه اللي خسر عليا. مول الكاميو مشدود. مول الكاميو مشدود دابا. شدو قال لي جو عند الجندر قال لي شدو. قال لك شهد فيه صاحبه فاش درنا داك الفيديو بحال ان بوداميرو كان راك مع شي واحد حكم فيه الله. شافني كنبكي وكنقول لهم هي المعين ديالي وهي بات خوته وهي داكشي مشى بلغ به. ولكن باش بلغ به شدوه. لا حتى دليل باش غتهضري وباش توقفي على البنيه حتى كتشوفها هي تقدر تبقى عاها مستديمه تقدر تبقى بلاتي تقدر تبقى عاها مستديمه تقدر تبقى انت كتشوف الرجل. اقسم لك يمين بيناتنا الله الا كنعيط على ثلاثه اربعه حتى الدرب كلشي ولا كيتخزن عليا. الا ما درتيش ثلاثه ولا اربعه هزوا ليها هوك الرجل وتقالت الرجل الصحيحه باش تهبط هي بديك الاخرى بالصحيحه ونزلوا حنا المريضه باش نبدلوا لها الفراش وباش نغسلوا ليها وباش بزاف. والحمد لله لدرجه كاين اللي قطع الغايه باش ما يجيش يعاونني في بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ف الى كان المواطن غادي توجه سبيطار وسبيطار غيرجعو وغيقول ليه سير كنتسالوك الفلوس ما غنكملوش معاك العلاج. شنو كنتسناو من هاد شنو كنتسناو من بلادنا؟ شنو كنتسناو من هاد الحكومة؟ شنو كنتسناو من المسؤولين؟ واش غنبقاو ديما الوجهه ديالنا هي المحسنين؟ غنبقاو ديما كنوجهوا نداء المحسنين الله يرحم لكم الوالدين عاونوا هاد الناس راه هما راه عيب وعار. والله الا عيب وعار. علاش الناس كلها دار 400 باش يشراو لها بونجا؟ نهار اللي ناقصت على راه البيت تغوطوا وتشوف. ما عندهاش فراش ميديكال مسكين. شوف هذوك عامرين الغير بالفرشين حطيناهم عليها وبقات كتغوط. فدائما النداء ديالنا للمحسنين. دائما النداء ديالنا للناس اللي كيعرفوا بينهم وبين الله عز وجل. فوزارة قلة الصحة راه مشات نسيناها. الداخل مفقود والخارج مولود. فملي المواطن يبغي يكمل العلاج يقول لي جي خلص كمل الخلاص. والله لا والله لا درنا معاك شي حاجه لا ما كملتي الخلاص. شنو غننتظروا من هاد المسؤولين؟ شنو غنتسناو ملي ما كتبقاش الانسانيه ملي كتنعاد من الانسانيه ملي تنعاد من الانسانيه؟ كنوجهوا رسالتنا للمحسنين وتنقولوا لهم الله يجازيكم بخير. شوفوا من حاله احسان
فعندها جوج المليون اللي كيتسالها سبيطار باش تكمل العلاج ديالها. إحسان واقفة على جوج المليون باش تكمل العلاج ديالها، وما وقفاش على جوج المليون لأن ملي غتدخل تكمل العلاج غيحسبوه عليها فاكتور أخرى، وهي تعيش الفقر اللي تحت من الزيرو. الأم ما عندهاش، مريضة كتخرج الساعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله عمرني ما خرجش نطير على ولادي، عمرني ما خرجش معايا لا اله الا الله محمد رسول الله، عمرني ما خرجش. كي غندير تنخلي دريه بحال كوك؟ شنو تبغي تقولي للمغاربه اللي كيشوفوك؟ بغي نقول لهم يشوفوا من حالتي ويتعاونوا معايا، انا ما بغيت الفلوس لا والو، انا بغيتهم يتعاونوا معايا على السبيطار ونكمل العلاج ديالي هادشي اللي باغي، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت حتى انا نرجع كي الناس نوض على رجلي، هادشي اللي بغيت. قالت لك تسلفي، قلت لها منين غنتسلفوا بنيتي؟ شكون اللي عندنا من غنتسلفوا من عندها؟ كل كيقول راسي الكونترا ديال المحيط راه حنا رهناها باش كملنا الحديد، اقسم بالله الحديد الاول اللي سودا ولا به العروق ديال القلب ب 70000 ريال، والاخر ديال اليد والرجل مليون ونص و 10000. الله يدير تاويل ديال الخير. اعزائي المشاهدين، سمعتوا معنا الحاله ديال احسان، الحاله المزريه اللي كتعيشها، وبعض الصور اللي ما نقدروش نحطوها في الفيديو نظرا للبشاعه ديالها، انها كتضر. كنتمنى من الله عز وجل اللي شاف هذا الفيديو ما قدرتيش دير والو، ما قدرتيش تعاون هذه البنيه، غير دير بارطاج، غير بارطاجي باش نعاونوها توصل لشي محسن ولا شي محسنه اللي اعطاهم الله الحمد لله موجودين، ولاد الناس موجودين المحسنين اللي باغين يديروا الخير ومازال كيديروا الخير. نتمنى من الله عز وجل ان يطيح الفيديو ديالنا عن شي محسن اللي غي يعرف بينه وبين الله. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا عاطف سي محمد، الى اللقاء.